التي يأتي عمقها من عمق التاريخ المشترك بين البلدين، التاريخ الأقدم والأعرق على الإطلاق في العالم. هذه المنطقة، منطقة بلاد الشام والرافدين، التي كانت المصنع الأهم للأحداث الكبرى في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث. هذا التاريخ المشترك الذي وسم الشعبين الشقيقين السوري والعراقي بالكثير من السمات المشتركه التي انعكست بمبادئ، انعكست بمصالح، انعكست بعواطف مشتركه لمسناها بشكل واضح وجلي في مراحل مختلفه. لمسناها عندما وقف الشعب السوري لجانب شقيقه الشعب العراقي عندما عانى من ويلات الحرب منذ عقدين من الزمن. لمسناها عندما وقف الشعب العراقي إلى جانب شقيقه السوري عندما اندلع العدوان وابتدأ العدوان أو انطلق العدوان على سوريا منذ عقد ونيف. وكان خلال تلك الحرب العراق حكومة وشعبا هو صوت سوريا بشكل حقيقي وليس بشكل افتراضي، هو صوت سوريا في المحافل المختلفة العربية الإقليمية العالمية، رافضا بشدة لكل سوريا في المحافل المختلفة العربية الإقليمية العالمية، رافضا بشدة لكل أشكال العدوان ولكل تبريرات العدوان الذي انطلق على سوريا. كان الشعب العراقي خلال الزلزال الذي حصل منذ أشهر قليلة كان أخا حقيقيا، فاندفع العراقيون جماعات وأفرادا منظمين وعفويين لإغاثة أشقائهم السوريين الذين أصابهم الزلزال. خلال الحرب العراق قدم أغلى ما يمكن أن يقدمه إنسان وهي الدماء، وكانت هذه الدماء دماء مشتركة سورية عراقية حمت الخاصرتين الغربية للعراق والشرقية لسوريا، حمت الشعبين والجيشين العربيين، توحدت الساحات، توحدت الدماء، فتوحد المستقبل المشترك لكلينا. استغل هذه المناسبة لكي أوجه تحية للجيش العراقي العربي الأصيل ولقوات الحشد الشعبي الذين سطروا أروع الانتصارات بالتعاون مع أشقائهم وأخوتهم في الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في سوريا. من كل هذا، من كل ما سبق، تأتي أهمية هذه الزيارة. هنا تكمن مسؤوليتنا كمسؤولين في البلدين وفي الدولتين أن نتمكن من القيام بخطوات عملية تتمكن من الوصول لهذه الغاية، أي تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة أننا نلتقي اليوم في ظل تحديات كبرى على المستوى العالمي. أولا، كل العالم يعاني أمنيا وسياسيا وطبعا كنتيجة اقتصاديا، ولكل ذلك انعكاسات على دولنا. هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر وبشكل خاص، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. هذا الإرهاب الذي نراه دائما ناشطا وقابلا للحياة، لا يموت بفعل الإمداد الدولي وتحديدا الغربي، وكلنا نعرف ماذا يعني كلمة غربي، لأنه الأداة الغربية من أجل ضرب الدول التي تتمسك باستقلالها أو بقرارها المستقل وبمصالحها الوطنية. يضاف إلى ذلك أن بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم هذا الإرهاب، إما لأسباب توسعية أو لأسباب عقائدية متخلفة كما نعرف. بالإضافة للتحدي الأكبر وهو سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات وما يعنيه هذا الشيء من عطش، ما يعنيه من جوع بسبب الوضع الكارثي للمحاصيل، وما يعنيه من انتشار للأمراض وتفشي للأوبئة والجائحات. طبعا هذه نقاط من النقاط التي تحدثنا بها، هناك نقاط كثيرة ترتبط ب يعني يضاف لهذه التحديات تحديات التعدي على العرب بكل معاني التعدي في فلسطين، في الأقصى، التعدي على المقدسات وغيرها من الأشياء التي تواجهنا كدول عربية.
بالإضافة لموضوع المخدرات وهي الآفة الأخطر الآن التي تواجه ولا تختلف عن الإرهاب، فهي قادرة على تدمير المجتمع بنفس الطريقة التي يفعل الإرهاب فعله في أي مجتمع. قضايا كثيرة تناقشنا فيها أنا والسيد رئيس الوزراء. طبعا تحدثنا بالوضع العربي المستجد والذي نستطيع أن نصفه بالإيجابي نسبيا وليس مطلقا. كان هذا الوضع محور نقاش موسع بيني وبين السيد الرئيس، وركزنا حول كيفية استغلال هذا الوضع، استغلال هذه الإيجابيات المستجدة وتعزيز التعاون العربي بهدف تخفيف تداعيات الوضع الدولي المتفاقم على دولنا العربية. وكلنا يعلم بأن التطورات الإيجابية الأخيرة لم ترق لصناع الفوضى الدوليين، وتحركوا فورا وبسرعة من أجل إعادة الدولاب أو عجلة التاريخ إلى الخلف، وهذا ما يستدعي المزيد من التعاون بين دولنا ثنائيا أو جماعيا عبر تجمعات الإقليمية أو عبر جامعة الدول العربية من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه وتطويره لاحقا. طبعا مررنا بشكل سريع ولأننا لم ننهي المحادثات، سوف نتابع بعد اللقاء الإعلامي، ولكن لا نريد أن نتأخر على موعد المؤتمر الصحفي، على موضوع العلاقات الاقتصادية البينية، وستكون هي المحور الذي سنتابعه لاحقا، والخطوات العملية الممكنة لتحقيق تعزيز العلاقات بين البلدين وبشكل تنعكس بالفائدة على البلدين وتخفف من تداعيات الحصار الظالم على سوريا. النقاط التي نوقشت والأفكار التي طرحت ستتابع من قبل المؤسسات المعنية في البلدين من أجل إنضاجها وتطويرها وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ لاحقا. هناك الكثير من النقاط والمقترحات والأفكار التي أستطيع أن أصفها بأنها واعدة، ولكننا لن نتحدث عنها بالتفصيل اليوم حتى تصبح جاهزة للتطبيق أو ربما قيد التطبيق. أكرر ترحيبي الحار بالسيد رئيس الوزراء، وأنا متأكد أن هذه الزيارة سوف تشكل نقلة ليس فقط نوعية بل فعلية وعملية وحقيقية في إطار العلاقات الأخوية، هذه العلاقات التي لم يسمح لها أو ربما لم تسمح لها ظروف أو ربما لم نسمح لها في البلدين على مدى العقود منذ الاستقلال أن تنطلق. هذه فرصة لإطلاق هذه العلاقات بشكل جدي وبشكل فعلي، خاصة أنها تأتي بالرغم من كل هذه الصورة السوداوية التي نراها في العالم، تأتي في ظل تحسن الأوضاع العربية من جانب، وتأتي في ظل استعادة العراق لدوره العربي والإقليمي الفعال، وهذا هو الحال الطبيعي طبعا للعراق ولسوريا ولغيرها، وهذا هو حال الشعوب العريقة التي إذا تعثرت فهي تنهض من جديد وترسم مستقبلها بأيدي أبنائها، تفرض حضورها وتثبت هويتها. وبالنسبة لنا في سوريا، هوية العراق ستبقى هوية عربية أصيلة. أتمنى للشعب العراقي كل التقدم والازدهار والمزيد من الاستقرار، وأتمنى للسيد رئيس الوزراء المزيد من التوفيق أو كل التوفيق في خدمة وطنه وشعبه، وشكرا لك. شكرا جزيلا. فقط الرئيس.